السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة محترف النت. طبعا الفيديو ده الناس مستنينه كتير جدا، وهو ازاي افضل برنامج للمونتاج للموبايل، وازاي دلوقتي انك برضو تمنتج عليه الفيديوهات بتاعتك. اول حاجة، انا طبعا كان في برامج مونتاج كتيرة جدا جدا، بس لقيت ان افضل برنامج مونتاج هيكون موجود تقدروا تشتغلوا عليه، لانه هيكون برنامج سهل جدا وبسيط. ورغم ان في برامج كتيرة مونتاج موجودة، الا ان البرنامج ده هو هيعتبر افضل برنامج، لانه سهل جدا وبسيط واي حد هيقدر يتعامل معاه عليه، وفيه امكانيات كتيرة جدا. البرنامج هنشرحه طبعا دلوقتي باستخدام الموبايل. البرنامج ده هو برنامج كين ماستر. برنامج كين ماستر برنامج كويس جدا وسهل جدا وبسيط. ممكن طبعا دلوقتي هنعرف طبعا ازاي تشتغل على البرنامج، بس طبعا ممكن ناس تقول لي برنامج كين ماستر برنامج احنا عارفينه، ولكن طبعا برنامج كين ماستر يقدر يطلع لك اي جودة ويطلع لك فيديوهات جميلة جدا، بس اهم حاجة انت تكون بتعرف تتعامل عليه مش اكتر. وبرنامج كين ماستر حتى الان من وجهة نظري فهو افضل برنامج تقدر تشتغل عليه على الموبايل. من غير ما نطول عليكم، يلا بينا. اول حاجة، برنامج كين ماستر اللي انا هشرحه دلوقتي في الموبايل. البرنامج ده هو برنامج كين ماستر النسخة البريميوم اللي هي من غير علامة مائية، وعشان تنزلها هسيب لك الرابط بتاعها اسفل الفيديو، تمام؟ وبرضو هسيب لكم قناة محمد الشاذلي صديقي، ياريت تدعموها، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو برضو. اول حاجة دلوقتي زي ما انتم شايفين دخلنا على البرنامج كين ماستر. اول حاجة هنضغط هنا زي ما انتم شايفين، عشان تنزل من على اليوتيوب عشان تعمل فيديو اليوتيوب هتضغط على اللي هو 16:9 دي اللي هي بتاعة الفيديو اليوتيوب، المقاس يعني بتاع الفيديو. زي ما انتم شايفين دي واجهة البرنامج. عشان نختار الفيديو هنضغط على كلمة الوسائط، تمام؟ ده فيديو بابجي مثلا انا كنت جايبه وكنت بلعب بيه، فقلت مثلا ان انا اشرح عليه، مفيش مشكلة. اول حاجة طبعا عايزين نشرحها هي مثلا دلوقتي انا مثلا عندي حتة اللي انا ببدأ فيها في اول فيديو دي، مثلا عايز امسحها، اللي هي الحتة دي مثلا، اضغط على الفيديو كده واضغط على قص، وباجي بيقول لك قص الى اليسار الاطار كده. لما بعمل كده كده انا قصيت الحتة الاولانية. طب انا مثلا عايز اقص حتة برضو من اخر الفيديو مثلا، اللي هي مثلا الحتة اللي انا مثلا بقفل فيها الموبايل كده، برضو هضغط من هنا، اجي مثلا ادي مثلا انا مثلا عايز من اول الحتة دي مثلا انا عايز امسحها، هضغط عليها كده واعمل قص الى يمين الاطار كده، انا قصيت من الحتة دي. طب لو انا مثلا جيت في نص اللعبة مثلا وحتة مت فيها مثلا وعايز امسحها، فبرضو هتيجي مثلا انا مثلا نقول مثلا ان انا هموت من اول هنا، بضغط عليها كده زي ما انت شايفين، واضغط هنا وبضغط تقسيم عند الاطار. بعد ما اضغط عليها كده بداية القص، واشوف انا عايز اقص لحد فين. انا مثلا مت في الحتة دي فعايز اقص لحد هنا مثلا، بضغط هنا واضغط برضو تقسيم عند الاطار. بعد ما بعمل كده باجي بقى عند الحتة اللي انا حددتها اللي انا عايز امسحها، وبضغط على مسح زي ما انتم شايفين علامة مسح موجودة عندنا هنا كده، انا حذفت الحتة دي خالص زي ما انتم شايفين. طبعا اصبح الفيديو بدون الحتة اللي احنا حذفناها على طول كده، احنا حذفنا الحتة دي. طب انا عايز مثلا اوطي الصوت بتاع مثلا المنطقة دي نفسها، اقدر مثلا من خلال الصوت زي ما انتم شايفين العلامة بتاعتها، اضغط مثلا اوطي الصوت ل10% كده مثلا 20% زي ما انتم شايفين كده. طبعا وطيت الصوت بتاعها، ممكن اوطي الصوت خالص او ممكن اشيل الصوت. لو انا عايز اشيل الصوت اضغط علامه المقص واضغط استخراج الصوت كده، استخرجت الصوت. ممكن بقى الصوت ده العب فيه، او ممكن لو اتكيت حذف كده انا حذفت الصوت نهائيا. طب انا مثلا عايز اضيف موسيقى للفيديو ده، هعمل ايه؟ عن طريق الصوت هنا زي ما انتم شايفين كلمه صوتي، اقدر ان انا اختار اي موسيقى من هنا زي ما انتم شايفين وضيفها عادي مفيش مشكلة. وبرضو برنامج كين ماستر ليه أغاني ممكن تضيفها بنفسك وتنزلها، يعني أنا مثلا ممكن مثلا أضيف أي حاجة كده تشتغل معايا عادي، ولكن طبعا أنا مش عايز أشغل أغنية بس عشان حقوق الطبع والنشر. أنت بقى طبعا هتحط الصورة اللي أنت شايفها. أنا مثلا طب أنا عايز مثلا أحط صورة على الفيديو ده، أو أحط فيديو نفسه يكون موجود فوق مثلا، أضغط مثلا على الطبقات وأجي مثلا على الوسائط وأختار مثلا أي مثلا الصورة، وليكن مثلا اي صورة. طبعا انت بنفسك هتعمل المونتاج بنفسك. الصورة دي مثلا انا وليكن ده مثلا لوجو القناة، عايزه مثلا يكون موجود هنا،
زي ما انتم شايفين هيظهر معايا. انا مثلا عايز اخليه يفضل موجود معايا الفيديو طويل، اسحبه كده واخليه اشوف انا عايزه يبقى معايا فين. عايز مثلا اوديه من قدام اسحبه كده بنفسي اوديه في حتة معينة انا عايزها. طب انا مثلا عايزه دلوقتي يكون مثلا بيعمل تأثيرات، عايزه مثلا يفضل كده او عايزه مثلا يفضل كده، مفيش مشكلة زي ما انتم شايفين هيفضل على طول، هيفضل على طول معايا الفيديو كده. برضو ممكن برضو تضيف صورة او فيديو، في تأثيرات هنا ممكن تضيفها، سطح الفيديو ده ممكن تضيف فيديو، هنا النص ده ممكن اضيف نص دلوقتي، اكتب نص مثلا معين كده زي ما انت شايفين واحط النص ده هنا مثلا، او ممكن اخلي النص ده مدة معينة عايزه مثلا كده لحد هنا، عادي جدا زي ما انت عايز تكتب اللي انت عايزه. ممكن برضو اسجل صوت بنفسي من هنا، اختار تسجيل واسجل مثلا الصوت اللي انا عايز اضيفه في المقطع المعين ده. وبعد ما تخلص المونتاج خالص، طبعا هو برنامج سهل جدا، هتضغط على العلامة دي، طبعا بتختار الجودة اللي انت عايز تحمل بيها الفيديو، اختار دايما اعلى جودة هتبقى حلوة، تك تصدير. وبعد ما تك تصدير هستنى لحد ما البرنامج لحد ما يمنتج يخلص المونتاج معايا، وبكده اكون انا خلصت المونتاج بتاع الفيديو خالص. طبعا البرنامج كين ماستر هو افضل برنامج فعلا، برنامج زي ما انت شفته دلوقتي في الفيديو سهل جدا وبسيط، واي حد ممكن يقدر ان هو يتعامل مع البرنامج ده لان هو برنامج سهل جدا. طبعا ان شاء الله هنعمل لكم في الفيديوهات الجاية برضو برنامج مونتاج كتيرة جدا جدا. بس طبعا يا ريت جدا دلوقتي لو انت مش مشترك اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة، وياريت يا جماعة اللايك، اللايك ده بيحفزنا جدا ان احنا نعمل فيديوهات تانية جديدة. وطبعا انا دلوقتي هسيب لكم الرابط بتاع البرنامج الكين ماستر النسخة اللي هي موجودة معايا، هسيبها لكم في الرابط اسفل الفيديو، تقدروا دايما ان تقدروا دلوقتي ان انتوا تخشوا وتنزلوها عادي مفيش مشكلة. وطبعا برضو ما تنسوش انكم تدعموا صفحة قناة او قناة محمد الشاذلي صديقي، هبكون برضو سايب لكم الرابط اسفل الفيديو. وطبعا بعتذر عن اي تأخير ان انا بتأخر عليكم. وطبعا اي فيديو انتوا عايزينه حاليا ممكن حاليا تدخلوا وتكتبوا لي الفيديو اللي انتوا عايزينه تحت في الكومنتات، وان شاء الله هعمل لكم شرح جديد على البرنامج الكين ماستر. بس طبعا يا ريت يا جماعه تعملوا لايك للقناه. شكرا جدا ليكم، استنونا الفيديو الجاي.